الفانوس المصري الشهير المصنوع من الصفيح والنحاس والزجاج الملون لم يبلغ هذه الدرجة من الأصالة والجمال صدفة، وإنما يمر أثناء صناعته بمراحل تتسم أيضا بالدقة والإبداع. عمليات مرتبة تبدأ بقص الصفيح على نموذج معد سلفا إلى مقاسات مختلفة، وقطع تمثل أجزاء الفانوس مثل الشرفاية والقبة وكعب الفانوس والدلاية، ثم تأتي الصندقة والتي يتم فيها ثني حواف الصفيح المدببة لتكوين مجرى يوضع فيه ألواح الزجاج الخاص بالفانوس. وبعد ذلك يتم قطع الصفيح في شكل برواز لضبط الحواف وتهذيبها وزخرفتها في عملية تسمى بالحرتفة. فانوس رمضان بنبدأ الأول حاجة أول مرحلة في القص، وبعد القص بيخش على المكبس، وبعد المكبس بيخش على الدق، وبعد الدق بيخش على اللحام. أما مرحلة تجميع قطع الصفيح المزخرفة والمنقوشة والمطقوقة فيتم فيها تكوين هياكل وأجزاء الفانوس عن طريق اللحام باستخدام مادتي القصدير والأفونيا. وبعد كده بيتسمك ويتخرم برضك، وبعد كده بيخش على مرحلة كاردون يتني الخرزديات بتاعته، وبعد كده بيتلف على السندال، وبعد كده بيجي بقى يتلحم على طول. وبذلك تصبح هياكل الفانوس مكتملة ومهيئة لتجميعها بشكل نهائي بعد أن يتم وضع الزجاج الملون فيها. وهنا يستخدم برواز يسمى بالشابلونة يحدد عليه الرسم المطلوب للطباعة على زجاج الفانوس. بس بالنسبة للإزاز بيجي لي أبيض أنا لوحدي زي كده، بعد كده أنا بقى ببعه بيتبع حسب الشابلونة معايا، يعني في شابلونة بتشتغل معايا 4 لون، في 3 لون حسب حجم المقاس يعني. وبانتهاء عملية الطبع على الزجاج يكون الفانوس جاهزا لتجميع أجزائه بشكل نهائي. ولكن يبقى المهم في هذه الصناعة التي يرتبط استمرارها بالمحافظة على شكل من أشكال الهوية أن تورث وتعلم للأجيال، كي يظل الفانوس الذي صمد منذ العصر الفاطمي إلى يومنا هذا من أهم دلالات الشهر الكريم وأجملها. على الرغم من حالة الغزو التي يتعرض لها الفانوس المصري الشهير المصنوع من النحاس، إلا أن هذه التحفة الرمضانية ما زالت تكافح من أجل البقاء بقوة تاريخها وجمال فنونها ودقة صناعتها، وليبقى هذا الفانوس التراثي هو التقليد المميز لشهر رمضان المبارك. محمد العارف، النيل، القاهرة.